قالت الكابتن حسام البدري هناك انباء كثيره بتتردد في هذا الامر، بنبحث عن مسؤول يرد على الاعلام الاهلاوي او الجمهور الاهلاوي الكبير جدا اللي عايز يعرف الموقف الان يا استاذ عامر. هو بص حضرتك يا كابتن مدحت، خلينا نكون واقعيين، في الاهلي الامور بتدار بالشكل الرسمي بتاعها. نعم. يعني ما فيش حاجه اتقدمت بشكل رسمي لمجلس اداره النادي الاهلي او للجنه الكوره تؤكد ده، لان المفروض ان اللعيبه جايين في السكه. فبالتبعيه ما فيش يعني الحاجه اللي احنا نقدر نقول ان ده تم او ان احنا نقول ان ده ما تمش، ما عندناش حاجه رسميه. انباء كتير، الناس بتكلمنا في التليفونات، هل ده حصل؟ هل فعلا كابتن حسام مع اللعيبه قال الكلام دوت؟ احنا ما نقدرش ناكد ده الا لما يجي لنا حاجه رسمي، لان النادي الاهلي ما بيتعاملش من خلال ان كلمه اتقالت كده في وقت عصبيه، في وقت نرفزه. هل مجلس اداره النادي الاهلي هيقيم اموره؟ هل هيكمل؟ هل هيدي الثقه؟ امور كتيره محتاجه بحث داخلي عندنا اكيد في لجنه الكوره، واكيد هيبقى في جلسه مع الكابتن حسام، ويعني نقف على الوضع بتاعه، الوضع المفروض اللي يظهر بيه النادي الاهلي بالشكل الجيد الفتره الجايه، لان بلا شك طبعا خلينا نكون واقعيين ان الشكل النهارده مش ده النادي الاهلي، واعتقد مش النهارده بس عشان نكون أمنا واضحين مع نفسنا، بقالنا 3-4 مباريات مش ده الشكل بتاع النادي الاهلي اللي يتناسب مع اسم النادي الاهلي ولا مع اللعيبه اللي موجوده في الملعب. لازم نكون واضحين وضوح الشمس. نعم. يعني اسماء لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في الملعب ما تؤديش الاداء ده. يعني عدد منهم في منتخب مصر، وعدد منهم لها اسماء كثيره واسماء كبيره، مش ده الاداء بتاع النادي الاهلي، ولا دي السهوله بتاعت النادي الاهلي ان يخش فيه 3 اهداف في شوط واحد. يعني نادي الاسماعيلي بنكون بكل الاحترام وتيم كبير وتيم موجود وكل ده، بس مش ده النادي الاهلي. يعني كلام حضرتك بيعكس عدم الرضا عن اداء اللاعبين برغم ان هم لاعبين جيدين، بما يعني ان الاداره الفنيه ليست على مستوى اداء اللاعبين، تقصد كده؟ لا، مش ما خلينا نكون واضحين، هي مش مساله ان الجهاز الفني او المستوى الفني ليس على المستوى الاداء او كده، لا. نعم. حسام البدري لازم برضو يا جماعه، ولازم يبقى الامور واضحه لجمهور النادي الاهلي بشكل عام. بالظبط. حسام البدري ادى النادي الاهلي، وحسام البدري عمل انجازات مع النادي الاهلي، وحسام البدري عنده رصيد مع النادي الاهلي. دي حقيقه. كون ان هو يعني بيعيد ترتيب اوراق او بيعيد ترتيب تيم او في فرص او في لعيبه جديده بتتضخ او في لعيبه بعيده عن مستواها او ان في عدد كبير جدا من الاصابات مأثر بشكل عام، كل دي اعتقد مأثرة على الدفعة القوية من جمهور النادي الاهلي للجهاز الفني. ولكن حسام البدري راجل ادى النادي الاهلي، وراجل انجز مع النادي الاهلي، وراجل حصد بطولات مع النادي الاهلي، وانا مش بتكلم عشان ادافع على حسام البدري. نعم. في طبعا عدم رضا من مجلس الاداره على اداء النادي الاهلي، وانا شخصيا غير راضي عن ان النادي الاهلي يظهر بهذا الشكل وبهذا المستوى، خلينا نكون واضحين وواقعيين. ولكن علينا بس ان احنا ندي فرصة للناس المسؤول عن لجنة الكورة انها تراجع الامور. احنا اوريدي مستوعبين القصه ان في يا اما عدم انسجام اللعيبه مع بعضها، يا اما في الخطه اللي بتتلعب بيها 4-4-2 واضح ان تكون مؤثره مع اللعيبه اللي موجوده، يا اما يعني في حاجه، يعني مفيش بني ادم يقدر يقول ده النادي الاهلي. نعم. يعني مش ده النادي الاهلي. انت حضرتك كنت موجود معاهم في الملعب النهارده يا استاذ عامر. كنت في الملعب. حضرتك الوحيد من المجلس اللي حضرت. مين يا فندم؟ حضرتك الوحيد من المجلس اللي حضرت. انا اللي كنت موجود. انا عضو مجلس الاداره اللي كنت موجود في. طيب عندي سؤال يا استاذ عامر. اتفضل. يعني فيما يتعلق باختيارات اللاعبين، احنا بنتكلم على اختيارات مثلا لاعب محمد غدار، اللاعب فرانسيس، مين في العاده منوط به هذا الاختيار؟ هل المدير الفني هو اللي بيختار ولا لجنه الكوره اللي بتختار؟ الاثنين مع بعض. يعني المفروض الاتنين. ان المدير الفني ولجنه الكوره بيقعدوا بيناقشوا الامور، وبيناقشوا الامور بالمفروض بموضوعيه، وبيشوفوا احتياجات الفريق، وبيقيموا ايه اللعيبه اللي تكون موجوده الفتره دي. ولكن برضو لازم نكون مستوعبين قصه غدار، قصه كانت احنا كنا لحد اخر لحظه قبل غلق باب القيد ب 24 ساعه كان في امل ان عماد متعب يبقى موجود، وكان في امل ان مصطفى كريم يبقى موجود، ولكن نتيجه ان حصل يعني ان الاثنين ما كانوش موجودين، فكان قدام النادي الاهلي غدار وكان يتقفل باب القيد. فبالتبعيه النادي الاهلي فضل انه يكون في موجود لاعب بديل، نتيجة ان لو حصل اي اصابات للاعيبة النادي الاهلي كفراوده يبقى غدار موجود، انما طبعا لو جات الفرصه كانت للنادي الاهلي انه يجيب لعيب اكثر عطاء للنادي الاهلي واكثر امكانيات للنادي الاهلي كان في الفتره بتاعت قبل باب القيد،
اعتقد كان لازم يكون في اعاده ترتيب. طبعا اختلف وجهه النظر دي معاك يا عمري بعد اذنك يعني. لا اتفضل يا كابتن مجدي. يعني اختلف يعني النهارده انت رايح تجيب لاعب اجنبي بديل يعني انت تخسر مكان. طب ما انا اجيب ناشئ يبقى بديل. لا لا انت فهمت قصدي غلط. انت كان انا اكتشف ناشئ من عندي يبقى بديل للعيبه طالما ان انا ما عنديش انما انا اجيب واحد مستواه. لا لا انت عندك احمد شكري وعندك محمد طلعت. طيب انا بحط غدار لمجرد ان انا لم انجح في ان انا اتعاقد مع ناس انا كنت عايز اتعاقد معاهم. بص يا كابتن مجدي انت كنت في عناصر بتستقطبها وبتعمل لها اختبارات تجارب عندك موجوده في الفريق. قبل قفل باب القيد كان في امل كبير جدا ان عماد متعب يقيد، وكان في امل كبير جدا ان مصطفى كريم يجي، عشان كان يبقى الكلام ده كان معلن ما كانش محتاج يعني ان ده يتقال يعني. طب ما جوش هتحط غدار وانت يعني اختبرتوه صح يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انت يعني انا واحد من الناس حضرت مباراه كان النادي الاهلي بياخد فيها تجربه، غدار جاب فيها جونين. يا سلام. الحقيقه يعني وهو اما يجيب جونين يعني معناها ان هو ما يمكن ما مش هو الاختبار بيتم ازاي يا استاذ عمرو؟ دي حاجات فنيه بقى. هو لا يعني لا يعني الاختيارات الاختيارات بتتم من خلال مباراه تجريبيه انا جبت فيها جونين او كنت موفق فيها ولا بتشاف اكتر من مره وبتشاف مش عارف يعني. برضو انت يا كابتن مجدي لازم تبقى الامور واضحه للناس عشان برضو ننقل لهم الصوره السليمه. بالظبط ما ده اللي احنا عايزينه. انت كنت رايح تأيد عماد متعب وكنت بتحاول تنهي موضوعه باقصى ما في وسعك، لان عماد لاعب له ثقل، خلينا نكون واضحين. تمام. انت كنت رايح لده، ما وفقتش في ده في اخر لحظات، دي حقيقه. تمام. وده كان واقع وكان موجود والاعلام كله كان مغطي. لا ما هو سؤال مجدي، لو انت ما وفقتش في ده خلاص انت مش لا ثانيه واحده يا مجدي، انت مش محتاج ده كمان يعني. لو ما وفقتش في ده انت مش محتاج ده، انت مش بتملى قايمه بالزبط. انت بتملى احتياجات. انت كنت هتسيب المكان فاضي. ما يبقى فاضي ماشي احسن. يبقى على الاقل احنا مرتاحين نفسيا ان فضل المكان بدل ما احنا مليناه بحد ما ينفعش انه يتملي بيه. كان راي بقى المسؤولين عندنا عن ده ان مفيش ما يمنع من التعاقد مع غضبان. لا كلام مش ما ده اللي انا بختلف فيه، وده اللي انا عايزه يعني يمكن ايمن وضحه شويه، لكن ده اللي انا عايز اقوله. ما ينفعش ان انا احشي مكان. تعالى بقى خلينا نقيس الوضع. انت عندك عناصر كتير ممكن في الفتره الجايه انها تبتدي تظهر. لازم يعني عفروتو لازم يبدا يظهر، ولاعيبه ثانيه لازم تبدا تظهر عشان تقدر تتعامل مع الامور، لان واضح ان في حاجه يعني مش ده تيم النادي الاهلي. رغم ان في عناصر جيده، انت بتلعب النهارده بابو تريكا، بتلعب النهارده بمحمد بركات، بتلعب بوائل جمعه، بتلعب باحمد السيد، بتلعب باحمد فتحي، بتلعب بحسام غالي. ايوه موجودين في الملعب لكن ما بيلعبوش. بالظبط كده. فواضح ان في حاجه يعني خلينا نكون واقعيين ونكون واقعيين. في حاجه طبعا يعني ما استحاله ان يكون دي اللعيبه اللي الاسماء دي واللي الثقل ده المس باص. انت بتتكلم على فريق النادي الاهلي. هل انا اللي ممكن اسال سؤال يا كابتن اللي بعدين المفترض انه ينقل 14 نقله، لانه النهارده ما بينقلش نقلتين على بعض يا مجدي. هل في ظل انت مش مختلف معايا يعني؟ انت لا مش مختلف معايا. لا يا عمري في ظل يا عمري عايز اسالك سؤال. وده مش مدرب بس يعني على فكره، ما تدخلناش في فنيات قوي يا مجدي معانا ان ده خطير. لكن هل انت من خلال قربك للجنه الكوره هل حاسس ان في اعداد لاستكمال او تعديلات في القائمه بتاعت النادي الاهلي في الجزء الشتوي، بحيث ان بعض المراكز المهمه تتغير ست او سبع اماكن؟ انت مدخله في جزء فني يعني هتوصل. اتفضل استاذ عامر. انت الناس عندنا في لجنه الكوره يعني اول حاجه دي ناس ليها تاريخ في النادي الاهلي، وناس عملت انجازات طبعًا كثيره في النادي الاهلي. طبعا كانت النادي الاهلي بشكل او باخر طول عمرها بتكسب، وفي طول عمر الاعلام المصري بيضرب المثل باداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. صحيح. كون ان في حاجه احنا بنعيد ترتيب اوراقنا وشايفين هذا الكلام، ده لا يمنع ان الناس بتقيم وبتعدل قراراتها وبتشوف الامور عامله ازاي. بالزبط.